بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سيتاسيون سلاب، أقوال مأثورة أو مشهورة. في أول قولة لا شك ناكين أوبورتينيتي بور كومونسي لا ميم شوز بليز انتيليجامون. لا شك يعني الفشل، تيجي من فعل إشوي، إشوي يعني فشل. لا شك ناكين أوبورتينيتي، الفشل ليس إلا فرصة لكي تبدأ، لكي يبدأ، لكي نبدأ، أو للبدء نفس الشيء، ولكن بليز انتيليجامون، ولكن بذكاء أكبر. إذا طبعاً الحال أنت عندك واحد المهمة، واحد العمل أسقطت فيه كما تنقوله، يعني أنك فشلت في تحقيق النتيجة. إذا فهذا الفشل طبعاً الحال البعض يعتبره حاجزاً، البعض يعتبر هذا الفشل يعتبره حاجزا، تقول لك انت سقطت في هذه المهمة، إذن لا مكان لك مثلا فيها مرة أخرى، وهذا ليس دائما صحيح. الإنسان طبعا الحال إلى فشل في واحد المهمة طبعا الحال تعرف علاش فشل، أكيد أنه يعرف لماذا فشل. الحديث هنا عن الإنسان الذي يهمه النجاح ويصر على أن ينجح. الكلام هنا ليس عن الإنسان الذي لا يهمه النجاح وفي كل مرة يفشل، الكلام هنا لا يعني هذا الشخص، بل يعني الشخص الذي يريد النجاح. إذا الشخص الذي يريد النجاح فحتى لو فشل فهو سيفكر في أسباب الفشل، وبالتالي ستكون له أفكار جديدة وتجارب جديدة. إذا لا شك ناكين أوبورتينيتي، لا شك ناكين opportunity، الفشل ليس إلا فرصة، نك هذه ليس إلا، لا شك نك الفشل ليس إلا opportunity، opportunity هي الفرصة. pour commencer من أجل البداية أو من أجل بداية، بداية ماذا؟ la même chose نفس الشيء، ولكن plus intelligemment ولكن أكثر ذكاء. إذا ممكن أن الإنسان يفشل في واحد المهمة، ولكن ملي تيفشل فيها تعاود داك العمل بطريقة مغايرة وبتجارب جديدة وبأفكار جديدة، وبالتالي غتكون عنده هاد المهمة بذكاء أكبر. إذا هذا هو المقصود بهاد القولة، لا شك ناكين أوبورتينيتي بور كومونسي لا ميم شوز بليز انتيليجامون. في القولة الموالية لي مو دي كور سون لي مو دو لام، ainsi on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. إذا le mot du corps أمراض الجسم، تنقولوا مثلا j'ai mal à la tête، j'ai mal à la tête يعني عندي سوء في رأسي، le mal يعني الشر أو المرض أو السوء إلى آخره. إذا نقول le mal، في الجمع ديالها تنقولوا le mot، في الجمع نقول le mot. إذا le mot du corps، إذا أمراض الجسم سون لي مو دو لام، يعني أمراض الجسم هم كلمات الروح. إذا كما تنشوفوا عندنا مو مو، عندنا الكلمات بجوج تتنطق بنفس الشكل ولكن الكتابة يختلفوا، فرغم أن الكلمتان تنطقان بنفس الشكل إلى أن الكتابة تفرق بينهما. إذا لي مو دي كور أمراض الجسم سون لي مو دو لام، هم كلمات الروح. ainsi on ne doit pas guérir، وهكذا لا يتوجب علينا شفاء. طبعا الحال عندنا الفيرب guérir فعل شفاء، ومن كلمة لا guérison يعني الشفاء. ainsi on ne doit pas guérir le corps، وهكذا لا يتوجب علينا شفاء الجسم sans chercher à guérir l'âme، بدون البحث في شفاء الروح. اذا طبعا الحال الجسم يتألم والروح تتكلم إن صح التعبير. إذن هاد الآلام التي يعاني منها الجسم طبعا الحال تنطق باسمها الروح. إذن لكي نداوي الجسم علينا أن ننظر في علاج الروح. إذن فالروح ستقول لنا ماذا علينا أن نعالج. إذن لا يمكننا مثلا أن نذهب إلى الجسم ونعالج ما نشاء، بل علينا أن نعالج ما تقوله الروح، كما لو نقول بأنها الناطق
الرسمي باسمي الجسم إن صح التعبير. إذن لي مو دي كور سون لي مو دو لام. آلام الجسم هم كلمات الروح. أنسي أون نو دو با غيغيغ لو كور سون شيرشي أ غيغيغ لام. إذن وهكذا لا يمكننا معالجة الجسم بدون معالجة الروح. أفلاطون في القول الموالية لا شك إليبيس كي دونس سافور أو سوكسي. لا شك يعني الفشل، عودة مرة أخرى للفشل. إليبيس هو التوابل كي دونس سافور الذي يعطي مذاقه أو نكهته أو سوكسي للنجاح. طبعا إلا خذينا واحد جوج الأشخاص، واحد نجح لأن العائلة ديالو تدعمه، وواحد نجح لأنه اعتمد على نفسه ثم أنه فاشل ثم أنه حاول ثم أنه استمر حتى نجح. إذا بطبيعة الحال فالنجاح الجيد هو نجاح الشخص الثاني. لماذا؟ لأن هذا النجاح هو الأكثر بريقا والأكثر إثارة. إذا لا شك إليبيس. إذا الفشل هو توابل، هو التوابل كي دون سافور التي تعطي مذاقها، التي تعطي نكهتها أو سيكسي للنجاح. إذا طبيعة الحال النجاح التي يكون فيه الفشل تكون نجاح كما نقول فيه توابل. لماذا؟ لأن النجاح الذي يتخلله الفشل يكون نجاح ذو بريق، حتى أن الشخص الذي يقود التجربة تكون له تجارب حقيقية في النجاح. وأكيد أن هذا النجاح يكون مختلفا عن نجاح الشخص الذي يكون مدعوما من جهة معينة. إذن لا شك إليبيس كي دون سا سافور أو سوكسي. وإذا كان الفشل هو تلك التوابل التي تعطي نكهتها للنجاح، فإن الحماقة هي أن تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجة مغايرة. إذا بطبيعة الحال أنت فشلت في أمر معين ثم تقوم فتعيد نفس الأعمال نفس الخطة وتنتظر نتيجة مغايرة، هذا لا يصح. إذا لا فولي يعني الحماقة، سي دو غوفير هو أن تفعل مجددا. عندنا لا فير يعني فعل، غوفير تفعل مرة أخرى تماما كما هو الحال مع باقي الأفعال. أننا نضيف أمامها غو لندل على أن هذا الفعل سيتكرر. إذا نقول مثلا ريكخير، ريكخير يعني أكتب مرة أخرى، أو مثلا غولير يعني أنك تقرأ مرة أخرى. إذا لا فولي، إذا لا فولي سي دو غوفير لا ميم شوز. إذا الحماقة هو أن تفعل نفس الشيء إي دون أتوندر وأن تنتظر منها أن ريزولتا ديفيرون يعني نتيجة مغايرة. إذا الحماقة هو أن تفعل مجددا نفس الشيء وتنتظر من هذا العمل الذي قمت به مجددا نتيجة مغايرة. إذا لا فولي سي دو غوفير لا ميم شوز إي دون أتوندر أن ريزولتا ديفيرون. ثم في القولة الموالية ودائما مع الفشل، إل نيا كون فاسون دي شوي، ليس هناك إلا طريقة واحدة للفشل. طبعا نتكلم هنا عن الفشل الحقيقي. سي دابوندوني هي أن تترك. أبوندوني كيلكا يعني أنك تتخلى عن شخص. أبوندوني أن بي يعني أنك تتخلى عن بلد وتتركه. إذا نتكلم هنا عن طريقة واحدة للفشل الحقيقي، سي دابوندوني هي أن تتخلى. طبعا الحال تتخلى عن نضالك، تتخلى عن إصرارك، تتخلى عن هدفك. إذا عندما تتخلى ولا تستنبط خططا أخرى من أجل هذا الهدف، عندما تتخلى عن هذا الهدف حينئذ فقد فشلت. إل نيا كين فاسون دي شوي، ليس هناك إلا طريقة واحدة للفشل. إن فاسون يعني طريقة واحدة. إل نيا كو ليس هناك إلا، إل نيا كو ليس هناك إلا إن فاسون دي شوي، طريقة واحدة للفشل. سي دابوندوني، سي هي، سي دابوندوني هي أن تتخلى أفون دافوا غيسي، هي أن تتخلى قبل أن يكون لك النجاح. طبعا الحال تكلمنا فيما سبق في مواضيع معينة عن أفوار ملي تيكون موراه اسم فهو يفيد الملكية. طبعا الحال تتكلم على أفوار سواء كان مصرفا
أو كان غير مصرف كما عندنا هنا. طبعا حال مصرف نقول مثلا جات يا الآن وزافون وزافي إلزون، أو أنه يكون غير مصرف إذن يكتب كما هو أفواغ سيد أفواغ، هي أن يكون لك غيسي كما نقول ناجحا، ولكن المقصود النجاح، لأن النجاح هو لغيسيت. إذن il n'y a qu'une façon d'échouer c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. في القول المولية commencez par changer en vous، يعني ابدأ بتغيير ما بك، ce que vous voulez changer autour de vous، ce que vous voulez changer autour de vous، ما تريد تغييره حولك، autour de vous يعني حولك. إذن commencez par changer en vous، ابدأ بتغيير ما بك، ce que vous voulez changer، ce que vous voulez changer، ما تريد تغييره autour de vous، ما تريد تغييره حولك. فإذا كنت مثلا ترى في المجتمع الذي هو حولك ترى فيه الكثير من الكذب، فعليك أولا أن تبدأ بنزع هذه الخصلة منك أولا. فإذا كنت ترى مثلا بأن المجتمع يرمي الأزبال ولا يبالي، إذن فلكي تغير هذا السلوك فابدأ أولا بنفسك. كومونسي، ابدأ par changer en vous، par changer يعني بتغيير en vous يعني داخلك، ce que vous voulez changer، ما تريد تغييره autour de vous يعني حولك. فالقول الموالية agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer، agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer، بادروا دائما، بادروا دائما. طبعا حتى نتكلموا على المبادرة هو أن يقوم شخص بفعل أو بقول، إذا نتكلم عن l'agissement يعني المبادرة. إذا هنا عندنا agissez toujours، بادروا دائما comme s'il était، كما لو كان كما عندنا هنا، ولكن المقصود كما لو أنه impossible يعني من غير الممكن أو من المستحيل. طبعا حنا نقول عن شيء بأنه impossible يعني أنه غير ممكن أو أنه مستحيل، possible يعني ممكن، comme s'il était impossible d'échouer، كما لو أنه من غير الممكن الفشل. إذا ترى هذا الإنسان إذا كان غادي يقوم بواحد العمل وفي النفسية ديالو بأنه سيفشل، أكيد سيفشل، ولكن إذا كان سيقوم بعمل ما، بمهمة ما، وفي داخل قرارة نفسه أنه سينجح وبأنه لا مكان للفشل في طريقه، فأكيد وأغلب الظن أنه سينجح. إذا فإذا أردت أن تتكلم اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى فعليك أن تتكلمها كما لو أنه من المستحيل أن تفشل فيها، فعليك أن تفعل هذا كما لو أنه من المستحيل أن تفشل فيها. عليك أن تجعل نفسك كأصحاب هذه اللغة، عليك أن تجعل نفسك كما لو أنك متكلما بها، فعليك أن تتكلم بأريحية كما لو أن الفشل في الكلام بها مستحيل. إذن agissez toujours، إذن بادروا دائما comme s'il était impossible، كما لو أنه من غير الممكن ديشوي، كما لو أنه من غير الممكن الفشل. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.